السلام عليكم. السوشيال ميديا كلها النهاردة طلعت خبر ان الجماعة اخواتنا وحبايبنا التوانسة كلهم متضررين بسبب برنامج اسمه البرنامج او السيرك او قفص الاتهام. في المجمل ده برنامج كاميرا خفية موجود في احدى القنوات الفضائية او القنوات الخاصة على الفضائية التونسية. طيب ببساطة خالص الموضوع ده برنامج كاميرا خفية اسمه السيرك، بيقولوا للضيف احنا عندنا برنامج اسمه قفص الاتهام، بيبقى قفص الاتهام ده اللي موجود جوه السيرك، بيستضيفوا ممثل، مغني، مغنية، رقاصة، ايا كان من الحاجات دي كلها، ولكن بيعملوا في الاخر فيها مقلب علشان الناس تضحك بعد كده. سبحان الله احنا دايما بنضحك على اذية الغير، ما علينا. المهم بيجيبوا الضيف، الضيف بيخش قفص الاتهام او قفص الاتهام، بعد كده بتطلع عليه مجموعة من الاسود، بيطلع بالظبط اسد ولبؤتين. الاسد بعد كده لما الناس اخدت بالها ما عندوش انياب. بدأت بعد كده هنا القصة، سابوا موضوع الكاميرا الخفية تماما، الا وهو اللي انتوا سبتوا الموضوع تماما اللي هو بتاع الكاميرا الخفية، ان ده اسد وبيطلع وفي ترهيب للضيف وخوف والحاجات دي كلها، ومسكتوا في نقطة ان الاسد اللي طالع انتوا حايشين الانياب بتاعته، وفين جمعيات حقوق الانسان في حاجة زي كده ان انتوا بتستغلوا الاسد في حاجة زي كده. بجد والله العظيم مش عايز اقول يعني كلمة، بس يعني انتوا سبتوا، او يعني انتوا لدرجة سبتوا الموضوع الاساسي في حاجة زي كده ومسكتوا ان الاسد ملوش نابين. يعني انتوا الموضوع ان الاسد لو كان ليه نابين كان خلص الموضوع على كده وكانت الدنيا بيس وزي الفل يعني، ولا ايه؟ مش مفهومة النقطة دي بصراحة. يعني الاسد لو كان النابين ولا السنتين طالعين له كانت خلاص العملية كده زي الفل ومفيش اي مشكلة، كمل او شغال. طب انتوا ما اخدتوش بالكم ان في حد بيخش بيرهب ترهيب لا بعده من الرعب بسبب حاجة زي كده علشان حضرتك او حضرتك تضحكي، سواء في تونس او سواء في غير تونس او سواء في اي حاجة. حتى برامج رامز جلال اللي احنا لغاية النهاردة مش موافقين بيها من اللي بيعملوا، معترضين على الحاجات دي كلها، ولكن في نفس الوقت بنتفرج عليها. احنا بنحب نتفرج على الاذية بتاعت الغير ونضحك بيها عشان نكون صراحة يعني في حاجة زي كده. وخبراء الاعلام اكدوا حاجة زي كده، ان الناس عندها جانب من العنف كبير قوي ولكن في المستخبي. نرجع للموضوع تاني، البرنامج اتعرض في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، في تونس شغال لغاية دلوقتي. برنامج اسمه البرنامج او السيرك، اللي هو بيجيبوا الضيف بيقولوا له انت عندك هتعمل برنامج في قفص الاتهام، وبعد كده يطلعوا عليه الاسود والحاجات دي كلها ويقعد يصوت لغاية لما يقول او يبان له صاحب. اخر حلقة من الحلقات، او مش اخر حلقة يعني، من ضمن الحلقات اللي انا اخدت بالي منها، حلقة الراقصة التونسية المعروفة زي ما بيقولوا، انا معرفهاش طبعا، اللي هي صافي نار، طلعت وصوتت لما قالت ليوم الصوات. ولكن الناس سابوا موضوع صافي نار وهي بتزعق وتكلموا في موضوع نبيل الاسد اللي هم مش موجودين، وان انتوا استغليتوا حاجة زي كده في برنامج علشان تعملوا مقلب وتضيعوا النبيل بتاع الاسد في حاجة زي كده. الأدهى من ده كله بقى الكلام اللي قاله منتج البرنامج، مش فاكر اسمه بالظبط بصراحة، أيا كان، قال أنا ماليش دعوة بحاجة زي كده، إحنا السيرك هو اللي عمل حاجة زي كده، مدرب الحيوانات هو اللي عمل حاجة زي كده، وبرى النابين بتوع الأسد تحديدا، وساب الأنياب بتاعة اللبؤات، سابهم زي ما هما. أنا ماليش دعوة بحاجة زي كده، إحنا المدرب هو لمور سيفتي، للامان الاكتر، هو عمل حاجه زي كده وحش النابين بتوع الاسود دول. ده منتج البرنامج اللي هو بيتعرض على احدى القنوات الفضائيه التونسيه. ناس كتيره من التوانسه اصحابنا بيقولوا البرنامج اصلا تافه ملوش اي لازمه في اي حاجه، مره واحده اتفرجوا عليه وبعد كده ما اتفرجوش عليه تاني. ناس تاني بيقولوا ان البرنامج لا شغال، وناس تاني بتحب الحاجات دي او بتحب العنف او بتحب الحاجات اللي هي مستفزة أو إن الناس تضحك عليها في خوفها أو الحاجات دي كلها. والله أنا مش شايف مبرر إن أنا أجيب حد ضيف بوزيشن معين المفروض إن هو قدوة برضو
في منهم ناس بتبقى قدوة لشباب او بتبقى الناس تاني، وبعد كده اللي انا ارهبه او ان انا اخوفه بالطريقة المبتذلة دي بالنسبة لي انا يعني. يعني برضو في احدى البرامج على القنوات، برنامج بتاع رامز جلال يعني، برضو خلينا برضو على طول انه يجيبوا ضيف، وضيف يبقى محبوب قوي ليا او لاي حد، بعد كده يلبسوه باز كده هو تمام، ويبقى شكله كوميدي علشان ياخد فلوس، طز في الفلوس كلها بصراحة عشان يبقى منظري اهبل او هتيرة بالمنظر اللي احنا شفناه دوا في حاجة البرامج دي، او ان في مثلا ضيف يقعد يزعق هو قدوة ليا ويقعد يصوت الصوت ده كله، والله العظيم منظره وحش قوي، ويبقى وحش جدا كمان. ما علينا، الموضوع اللي كان مثار في الصحف او المانشيتات على السوشيال ميديا كلها في الوقت الاخراني، الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه تحديدا في الموضوع اللي هو تونس، وان هم بيتكلموا عن سابوا الموضوع الرئيسي في برنامج السيرك، واتكلموا عن موضوع ان الاسد ملهوش نابين، وان احنا بنستغل الاسود والحيوانات في اعمال برامجية او اعمال تمثيلية، واللي احنا بنستغل الحيوانات دي كلها وبنعذبها وبنحوش الانياب بتاعتها علشان الناس تضحك بيها. ده كان الموضوع اللي هو لفت انتباهي، ولفت انتباه ناس كتير قوي، وخصوصا في دول شمال افريقيا اللي هي زي تونس طبعا، لان البرنامج بيتعرض في تونس في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم على جميع كل جميع اخواتنا في تونس في كل بلد وفي كل محافظة، بنحييهم بنبعت لهم احلى تحية شكر من مصر، وبنقول لهم رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين، ونقول لهم خلي بالكم بقى لحسن حد يجي منكم في برامج زي البرامج التافهة دي وتبقى ليلته طين مع الأسد اللي هو من غير أنياب. خليكم في الأسد انتوا اللي من غير أنياب، وسيبوا المواضيع التانية المهمة اللي المفروض نتكلم فيها أكتر وأكتر وأكتر. السلام عليكم.